نجمة نرمين الفقي، ايه الحلاوة دي الأول؟ ميرسي يا لميس، وحشتيني والله. انت كمان جدا، وانا مبسوطة ان انا معاكي، مش كلام كده والله، حقيقي مبسوطة. احنا اصحاب اصلنا برضه. بجد يعني احنا اساسا اصحاب. وسعيدة ان انا بلتقي بيكي النهاردة. شكرا. وميرسي على الكليب الجميل والكلام اللي قلتي عليا. لسه الكليبات جاية كتير بقى. يعني غبتي ورجعتي بقوة، عملين طبعا كان في ابو العروسه، ولكن عملين جامدين في رمضان، حبيتي مين اكتر؟ حبيت الاثنين. انا اتعرض عليا النمر الاول، استغربت وحسيت ان شمس حاجه بعيده تماما عن حقيقتي او عن صوتي او عن الاداء. كنت مرعوبه لاني عمري ما طلعت في دور زي ده، بس تحديت بيه وقلت أنا لازم أعمل هذا العمل. وبقيت كل شوية أتكلم أقول لهم ها إيه الأخبار، عايزة أشوف إيه الجديد. فلقيت شمس لازم تبقى شخصية، وفي تغيير في الصوت وفي كل حاجة. صوتك كان مختلف تماما، وأكتر من مرة الحقيقة صوتي يعني تعبت بجد وكلام من ده. دل راجل بقى، أنا وأنا بقرأ المسلسل اساسا انا كنت بعيط مبدئيا يعني من قبل ما اخش اعمل يعني اصور، وانا اوريدي كنت بعيط وكان بيمس قلبي قوي قوي قوي. فالاثنين الحقيقه بجد هم النقيض زي ما انتي قلتي بالظبط، والاثنين جداد عليا لان ده معلمه وده قاعده، ودور كله عباره عن احاسيس ومشاعر. اما الدور الاخر فعايز شخصيه قويه جامدة، مش عارفة أقولها لك إزاي، عاملة زي الحرباية اللي بتتلون، وفي نفس الوقت بيبقى فيه نوع من التعاطف معها لأنها امرأة برضو في الآخر، ولم تجد الرجل اللي ممكن يكون سند ليها. لما نيجي نسمع الحوار بتاع المسلسل أو نشوف هي ليه عملت كده، فكان في مبرر. طالما إن في مبرر، ده في حد ذاته بيخليكي حتى كمشاهدة أو أنا كفنانة وأنا بأدي هذا الدور بحس إن أنا فعلا جوه الشخصية وعايشاها. حسيتي مين فيهم عمل رياكشن أقوى مع الجمهور؟ يعني كانوا بينادوكي بأنه نوع، يعني مثلا هدى اللي هي السيدة القاعدة، يعني لما ماتت في حلقة من الحلقات ترند بقى وانهيار وكذا، حسيتي شمس عمل نفس الرد الفعل؟ الحقيقة أنا هكون صريحة معاكي، النمر أخد صيت أنا يعني أنا نفسي كنت مش مصدقة، يعني ما باجي أنزل في أي حتة شمس 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 الحلقة. بس ده ناس يعني ستايل معين أو في جو معين. أجي ناس تانية يقولوا لي نرمين قطعتي قلبنا في ظل راجل وجعتينا، وليه موتوكي؟ ليه كذا كذا كذا؟ فبس أنا الحقيقة اللي أنا شايفاه أكتر يمكن النمر، يمكن عشان كان مختلف. الناس مش واخدين عليا إن أنا ممكن أطلع، عشان عملتي فيه ممكن مجهود أكتر. ولا والله أنا عايزة أقول لك إن ظل راجل لو هنتكلم الاتنين عملت فيهم مجهود، لكن يمكن ظل راجل كانت مشاعره أحاسيسه لا تعب أكتر كفنانة طبعا. ده الراجل